منك حقه والله. بدي حد مكان يلقح فيا بابا. ماما يلا بري بري جود شويه فش شويه صعبه والله غلجه هذه ما اعرف اقول يا حليلكم والله. حدود البطه يحب الكل حمود الكشكه دايم بيه حدود النبغه يقشر حد فنه والطير ما لا ذا بس بابا لا يسوي قرقر وازد والله. 13 طنش تاعش غش. لا ما خشيت انا لمحل ديشي ولا سؤال صار ولا سؤال عطني دوري. يا جماعة انا بحذركم اذا ما نجحنا ترى بصير فينا كذي. اي والله صاد يا حمود. اي والله شوف عيون عشان مندمج. ها لا 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 مندمج ولا شيء. هذه الاغنية اللي ما احبها انا ما ادري ايش حقا يحطون الاغنية هذه واحنا الامتحانات ما بدت بعد. انا ابوي كله يقول هذيلا ما عندهم تنسيق اي شيء يلقونه بمكتبه يحطونه. اي والله صاد يا حمود. ايش رايكم نسوي مراجعه باكر؟ بس استاذ صالح باكر الامتحان شو نسوي؟ باكر 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 صار اسبوع يقول باكر. انت البطه افتح ايدك ابي اطقك. بس استاذ صالح انا ما سويت شيء ولا تقولي البطه. استاذ صالح يهون عليك نضيع نتشرد بالشوارع أمانة خلك ويانا لا تضيع مستقبلنا. صالح أمانة خلك ويانا. إيه والله صاج يا سلوم إحنا لازم نقول حق أهالينا. أنا أصلا ما بيكم تدامون بس كم مرة قايل لكم لا تقولوا حق أهاليكم هالكلام هذا. يلا مراجعة المنهج من الأول إلى الآخر طلعوا كتبكم يلا بسرعة. زاك صاصاح عازك أصلا ذبحنا الناظر هذا تقول ما فيها المدرسة غير استاذ صالح. الله يستر شكلنا راح نقدم الامتحان وإحنا مو راجعين. إي والله صاج يا حمود. والله صراحة كل واحد عارف قدرته ولازم يعرف شلون يضبط روحه والله. وأنا عن نفسي ضامن النجاح. بعدين وياك انت الكل يشتكي منك كل يوم باكر كل يوم باكر ذبحتنا. انا لازم اقدم شكوى على اولياء الامور. اي اولياء امور انت ايش قاعد تخربط؟ حضرة الناظر انا ما درست وتخرج علشان ادرس اطفال واشوف هذا جايب قلم رصاص وهذاك مو جايب مسطرته وهذا برايته مكسوره هذا شنو؟ حبيبي انت مدرس ابتدائي ولازم ترضى بالامر الواقع ورجاء ما بأسمع قصتك. تسمعها غصبا عنك. ايام الدراسة كان وياي واحد من الربع تخصصه زراعة وكان يعتمد على البراشيم. تدري وين الحين؟ تدري وين الحين؟ تخرج وصار رئيس قسم الكيمياء في مدرسة ثانوية. انا خريج فلسفة وبدون براشيم قاطيني بقلعة وادرين ادرس اول ابتدائي. عفية الشاطر. يلا ماما نعيد جدول الضرب للمرة الخامسة. 3 × 3 كم؟ 9. 6 × 6 كم؟ 36. عفية الشيخ نعيد مرة ثانية. خلاص يما والله حافظ. بس أنا قلت نعيد مرة ثانية سمعت؟ إن شاء الله يما. بس يا أم حمود أنا أعتقد أنك كفاية كذي. يا أبو حمود بما أن الإعادة فيها إفادة وحيث أن التكرار يعلم الصغار فأنا شايفة أني أعيد لأحسن. نعم نعم يا أم حمود أنت دائما صح وأنا أتفق معاك في الرأي. والله درر يا أم حمود درر. Oh.
شلون الدراسة معك؟ ما يخالف حبيبي، الله كريم. أنا لو أعرف أقرأ وأكتب كان ساعدتك. سلوم، ما تشوفني قاعد أغير تاير السيارة؟ إيش فيك قاعد كذي؟ ما تقوم تساعدني؟ ولي وبعدين مع هالدراسة اللي ما تخلص، أنت الحين ريال لازم تساعد أبوك. أدري إنك ياهل، بس لازم تتعلم شلون تصير ريال. الدنيا ما ترحم يا ولدي. الله يهداكم، بس إيش حقه صارخون؟ ما يخالف يا سلوم يا ولدي، روح غير التاير مع أبوك، وبعدين لي رجعت أذاكر مرة ثانية، ما فيها شيء بعد عمري. يلا حبيبي عفي على الشاطر. بسلوم، ما تبي أسوي لك جلاس شاي يعدل راسك؟ قريبة، إحنا عندنا شاي وأنا ما أدري. لا بس أنا راح أغلي شوية ماي وأحط عليه شكر ونتخيل إن شاي بعد شو نسوي. طبعاً، مو أخذ دينارين نأخذهم ولدك هذا؟ وداهم حق الأستاذ ماله. يلا يلا روح الجيران، يلا ما تشوف لنا ليه ورسلف. قم أنت مفروض عندك سلام. آه يا معزوز، ذبحنا هالمدير، كل يوم ملفات ومراجعين رايحين ومراجعين جايين، ناخذهم معانا حتى للبيت شوفيهم قدامك. انت شوف ايش صار فينا اليوم الصبح مع روحة الدوامات، زحمه وحار ولويه، لا فك هذا كومبريسر المكيف طنق. يما يبا ابي ادرس ولا امتحان باكر. ويا بعد عمري عمرك يا ولادي. اقول تدري شلون، خلي ذاكر وامشي هناك بالمطبخ نتحطم على كيفنا. كويت 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 كويت. هاي يما، ما خلصت من دراستك؟ ماما ابوي بزارة بس ياخذ على الشاي وشوت. يما ايش فيك على اختك تشوت فيها؟ تعالي يما يما خذيها معك الله خليك. انزين يا ولادي، دير بالك على نفسك ودرس عدل، وطرش ابوك الحين يبلك كاكاو بنجوم. ماما ابي كيكه. فروحة حاطين بوكيمون. لا ابي كاتشي بطلع حلو. يلا عاد ادرس ونجح عشان اجوزك.